بس اه بلاش ياتين، صباح الخير صباح النور. صباح الدنيا خاوية، ماشي خاوية هي في الحقيقة، ولكن باقي كاين فراغ، ودائما هذه البلد كتبان لك بأنها فارغة. خليكم معي. مدينة روتردام هي كتعد بالشوارع ديالها الواسعة الكبيرة، لأن هتلر كان دمرها في الحرب العالمية الثانية. هذه المدينة كان فيها أكبر ميناء في العالم بعد أن أصبح في 2002 ديال اليابان، ومع ذلك بقي أكبر بناء اللي عنده الشحنات بالأطنان كتدخل ليه. وهذه المدينة كيحكمها واحد العمدة اللي سميته أحمد بوطالب، اللي مزداد في مدينة الناظور بالمغرب ومسلم، وهو عمدة لهذه المدينة العصرية، هذه المدينة التي لقبت بدبي أوروبا. هذا إن دل يدل على I've أن heard العلمانية تفتح nothing للجميع. quite like this before. اللي كتفكر أنها تجيل They هذه المدينة say أو هذا البلد فإنه بلد آمن، ولكن الهجرة السورية أجدرت ليه. واو 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 واو، على أي مرحبا بالكل. الريح كاين البرد ماشي العجاج، نو هذاك الريح ماشي البرد القارس. ومع ذلك في هذه الجولة الصباحية بغيت نوريكم مدينة روتردام كيف تكون. إنها مدينة جميلة من أجمل المدن. If I go to coffee at 5, there's no hiding in the middle of daylight. If I لكن go أغلب البلايص كيكونوا مغطاة، يعني بما فيهم المحطات ديال التران أو أماكن لي سونتر كاملين تقريبا المحلات، رغم أنهم باقين أغلب المحلات سادين. باش نكون صادقة معكم، Stand here with thoughts in my hands. 113 reasons not to هذا المحل live ديال in. جوتشي، واش دابا هذه جاكيطه؟ يعني هاد السنه داروا دوك الالوان مشجرين، كثرت الالوان، يعني جوتشي ما عجبتنيش، لان كنا كنعرفوها بهذيك الباندا ديالها اللي فيها الاحمر والخضر. اوكي، ولكن لا. So should I say no or just take this slow? If I go to coffee at 5, there's no hiding in the middle of day. نقربكم من مدينة روتردام، والناس اللي بغات تعرف شوية على هذه المدينة، الناس اللي بغى الهجرة إلى بلد هولندا، بلد المسالم، بلد القراصنة الذي حكموا البحار سنوات وسنوات. I know that it's now or it's never. جولة صباحية لا أكثر ولا أقل، قناة هند لا للتفاهة لا للنعم لا للملل، نعم للإفادة. إذا عجبتكم القناة اشتركوا فيها وهند تحيي. Makes me think.